صبرت على ياسر من شي، ياسر من الحاجات اللي كيصبر ياسر من شي. شنو هما هاد ياسر من شي؟ شلي نقول لك، صبرت على على الزمان. صبرت على علاش صبرتي رشيده؟ لان ما يمكنش تقولوا الناس صبرت على الزمان. شنو اللي شنو اللي عذبك في الزمان؟ شنو اللي كان؟ لا هو ما هو عذاب، هو معاناه. تخترت انا بين كباقي الاطفال اللي كيعيشوا معاناه. عشت طفوله عشت صعيبه لانه كنت عشت بدون يعني فقدت حنان الام. وهذا ضروري للطفل اللي كيكون عنده سنتين او ثلاث سنوات. يعني الحمد لله انه الاب ديالي كان اب حنون الله يرحمه ويوسع عليه، ولكن حب الام وعطف الام ما كيعوضوا حتى شيء. شنو دار لك فقدان حنان الام؟ كون فيا حنان زائد، لانه انا ضد فكره فاقد الشيء لا يعطيه. بالعكس انا اولادي دغيا كنحيطهم بواحد الحنان، وخوتي وجيراني والناس اللي كتعرفني كنحيطهم بواحد الحنان بواحد الحب، وكنبغيهم حب لا يوصف. شي حاجه ماساه كتفكريها وقلبك كيدمع عليها وقلبك كيبكي عليها؟ لاني كنت كنتمنى اني نعيش مع الام ديالي ياسر من الوقت، ولكن منين وقفت يعني ساعدتني الظروف، توفت على يدي وانا كنقطر لها. توفت على يدك؟ توفت على يدي وانا كنقطر لها. مساعدتني الظروف اني نعيش معها واني نقبض حنانها واني يعني تهلاي فيها، نسترجع هذاك الحنان اللي ما قبضته شحال هذه. كان 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 مدات لك في يدك. نعم. شنو آخر حاجة قالت لك؟ شلين نقول لك حتى هي كانت كتنصحنا، وحتى هي كانت يعني ولو أنها متذكرة. أنت متذكرة شنو قالت لك آخر حاجة؟ أنا الوقت اللي دخلت كنت في واحد العالم ثاني، لأنه كتعرفين الإنسان من كيدخل وكيجبر واحد عنده فيه سكرات الموت مات لكي، وهي فعلا كانت كتمتم. كتوصيني على أخواتي، توصيني على أهلي، توصيني على أنا. هذا الشيء اللي حسيت على أنه كتقول لي كو كانت معانا الأم ديالك دابا، شنو بغيتيها تعيش معاك ما عشتوش معاك؟ شوفك فنانة معروفة. بغيتها تشوف أولادي أول شيء، بعد هي الأولى. هي بغيتها تشوف أولادي وتعرف على أني بغيتها، بغيت نبقى معاها، بغيت أني أول شيء كتشبهني. بغيت نقول لها راني كيف أني ضري كندخل عند الطفيلات من أخواتي كيشوفوني هذا كتشبهي لها هذا طبق الأصل. الله يرحمه ولا يرحم جميع الأموات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.